واتصالا ينضم الينا عبر الهاتف السيد بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر الدولي. استاذ بسام، هناك عوامل بالتاكيد نستطيع من خلالها تعميق الشعور بالهويه المصريه خاصه في وقتنا الحالي، في رايك ما هي اهم تلك العوامل؟ يعني كان يوم الخميس فرصة كويسة عندما استدعيت دعوة كريمة من مسؤولي الحوار الوطني لألقي بكلماتي في 4 دقائق، وكانت ألخصهم عديد من هذه العوامل في إيجاز. يعني وفي إيجاز أستطيع أن أقول لكم أن رقم 1 في موضوع الوطنية، والوطنية لا تخترع، الوطنية لا تخترع، الوطنية موجودة داخلنا، الوطنية بالفعل محتاجة أنها تروى بمياه كثيرة جدا، منها التعليم، الاقتصاد، الحياة الكريمة، وده اللي احنا شايفين الخطوات اللي البلد ماشية فيه. نحتاج بعض الإضافات في فكرة الثقافة وتثقيف الصغار عن فكرة الوطنية بحيث لا يخضعوا لما يحدث على مواقع الإنترنت. ولكن أيضا أنا في كلمتي طمنت الشعب المصري المستمع إلى كلمتي بأن يعني في خلال الشهر اللي فات كلنا رصدنا فكرة الدفاع عن الحضارة المصرية والدفاع من المتخصصين وغير المتخصصين عن تاريخنا عندما استشعر الشعب المصري أن تاريخه سوف يؤخذ منه. أنا أطمئن الشعب المصري، وعدد من شعوب العالم ساهموا في تلك الحملة أيضا. بالضبط يا فندم، لأن التاريخ لا يسرق، ولكن التاريخ ممكن أن يزيف. هو لا يسرق، لن يستطيع أحد أن، إحنا في جيش عرمرم من محبي التاريخ والحضارة، نستخدم العلم ونستخدم النصوص القديمة ونستخدم الأدلة. ولذلك أنا حتى عرضت على المنصة وعلى السادة الحضور فكرة أن يكون هناك مادة في المدرسة من سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي، هذه المادة لا تخضع للسقوط والنجاح، ولكن إذا أحرزت فيها مثلا أكثر من 90% فتأخذ أرقام زيادة، وهي مادة الحضارة. مادة الحضارة بيتم فيها تصحيح الأخطاء الدارجة جدا، أمثال كلمة الحضارة الفرعونية الخاطئة فهي الحضارة المصرية القديمة، حضرت 7000 عام فهي حضرت نصف مليون عام كما قال كانت ويكس العالم الأمريكاني الذي مكث في الأقصر أكثر من 45 سنة يدرس الأقصر، وفي الآخر طلع علينا بجملة وقال إن البشر عاش على أرض طيبة منذ على الأقل نصف مليون عام. فيجب على كل هذا أن يتم تغييره، وضعه بطريقة بسيطة مبسطة بنفس الطريقة اللي أنا بتكلم واللي حضراتكم بتتكلموا بيها، نبعد شبح قصة التاريخ الممل بالأرقام وبالتواريخ وبالأسماء عن الأطفال، منها أيضا تصحيح ما يتم مشاركته من شارينج على الإنترنت من أخطاء تاريخية جامة تداعب بعض العنصريات اللي واضحة جدا. كل ده ينتهي في خلال من 10 ل 15 سنة إذا تم وضع هذه المادة. وأنا سعدت أيام سعادة، وأنهي مع حضراتكم بأن أنا سعدت أيام سعادة وشجعني على أن أنا أعرض كل هذه الأفكار التاريخية والحضارية التي تساعد في الانتماء، لأن نثر بذور الانتماء والوطنية ممكن أن يكون عبر التاريخ والآثار. فرحت جدا أن وزارة التعليم قررت أن تضع الهيروغليفيات ومبادئ الهيروغليفيات من سنة 4 ابتدائي وطالع، وده القرار اللي أخذه وزير التعليم أخيرا، وده قرار أنا في رأيي ثورة في عالم التعليم المصري وتاريخ التعليم المصري. ومن هنا نستطيع أن ننطلق، لا تخشوا على سرقة الحضارة ولا سرقة الوطنية، ولكن يجب ري هذه الأرضية بري صحيح وبمياه نظيفة سهلة لينة تصل إلى الجميع، إلى جميع الفئات، المثقف والغير مثقف. هي ليست نخبوية، هي ليست حصة تاريخ، ولكنها زرع للوطنية. لا، الوطنية مزروعة أوريدي وموجودة ولا تخترع. نعم، طيب من واقع مشاركتك دكتور بسام، بشكل عام كيف تستطيع جلسات الحوار الوطني في المساهمة في الوصول لمنظومة مجتمعية كاملة لتعميق الشعور بالهوية المصرية؟ الحقيقة الهوية المصرية كانت في القاعة من ساعة لما أنا دخلت لغاية لما خرجت من القاعة بعد حوالي ساعتين، وكانت يعني كنت أتمنى الشعب المصري كله يبقى موجود جوه القاعة دي، لأنها كانت مكتظة بالشعور الوطني والانتماءات، رغم أن احنا كنا أعداد أحزاب كثيرة موجودة، كان ممثلين من الجنوب المصري العظيم في النوبة أصل الحضارة من سيناء، ويرتدي اللبس السينائي الجميل والعقال السينائي المشهور، ناس من مدن مختلفة، من جمعيات مختلفة، من جامعات مختلفة. أنا رجل لا أعمل يعني لا أعمل في الحكومة، وأنا شغلي حر، أنا محاضر دولي حر، فبالتالي حتى أنا يعني تم استدعائي لألقي بكلمة. كيف يتم في جملة واحدة
هي الكلمه اللي ردوا علينا بيها الدكتور مجاهد والدكتور سلماوي والدكتور احمد زايد وكل المجموعه اللي كانت على المنصه، ردوا علينا وطمنونا وقالوا ان كل ما قلتوه في هذه الجلسات ال100 وي اللي اتكلموا يوم الخميس، 100 وي متحدث، سوف يتم الاستماع ورؤيه كل هذه الاقتراحات مره اخرى وكل الاوراق التي قدمت مره اخرى وسوف يتم الاستفاده بها. يبقى اذا اخيرا ان كل التحركات اللي عملتها الحوار الوطني واللي عملها الحوار الوطني واللجان ديت تحركات على اعلى مستوى من الفكر والديمقراطيه والكلام الحر، ولكن يبقى ان يتم الاخذ بما قلناه على ارض الواقع، وفي خلال سنه من دلوقتي نستطيع باذن الله ان نرى ثمار كل هذه المناقشات. اشكرك جزيلا دكتور بسام شماع المؤرخ والمحاضر الدولي.